السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. لا تنسوا أطفال الاشتراك في القناة ديالي والضغط على زر الأحمر اللي هو أبوني وديروا جيم لا فيديو باش إن شاء الله تعم فائدة للجميع. إذا حصة اليوم إن شاء الله من لوازيس ديمو تخوازيام أني بخيمير، عندنا الأونيتي 5 لاكتيفيتي دو ليكتور، عندنا لو سيكل دو لو. هاد النص سميتو لو سيكل دو لو. لو سيكل دو لو كتعني دورة المياه. ملي غنشوفو دورة المياه شنو العلاقة ديالها، كيفاش كيتكون الماء، يعني بشحال كيمر من مرحلة، وغنجاوبو على لي كيستيون ديال هاد لو تيكست. عندنا لي باج 134 و 135، صفحتان 134 و 135. إذا نبداو على بركة الله، قلنا لو سيكل دو لو يعني دورة المياه أولا الماء. إذا عندنا واحد ليماج كنشوفو هنا فيها بليزيوغ إيتاب، يعني فيها بزاف ديال المراحل اللي كتمر منها هاد الماء. داكوغ، إذا قبل ما نشوفو هاد ليماج غنقراو لو تيكست ونشرحو وعاد غنفهمو هاد ليماج. داكوغ، إذا لو باس باغ بليزيوغ إيتاب، لو باس باغ بليزيوغ إيتاب، لو دو لا مير شوفي باغ لو سوليي s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. إذا جو ريبيت، غنعاود مع الشرح. لو باس باغ بليزيوغ إيتاب، يعني هنا الماء يمر عبر عدة مراحل. باس يعني يمر، باغ بليزيوغ يعني عبر عدة مراحل، هي لي إيتاب. داكوغ، لو دو لا مير شوفي باغ لو سولي سيفابور. لو دو لا مير هو ماء البحر، شوفي يعني يسخن، باغ لو سولي بسبب أو بواسطة الشمس، ويتبخر سيفابور يعني يتبخر. سيسكو لون أبل، يعني هذا ما نسميه إيفابوراسيون، بالتبخر. إيفابوراسيون هو التبخر. سيت أو يعني هذا الماء، رجوان يعني يلتحق، رجوان لاتموسفير يعني يلتحق بالغلاف الجوي. لاتموسفير هو الغلاف الجوي. sous forme يعني sous forme على شكل de vapeur d'eau، يعني على شكل بخار الماء. l'air chaud، l'air والهواء الساخن، et humide والرطب. humide يعني كتعني الرطب. s'élève يرتفع. en s'élevant يعني بعد ارتفاعه، il refroidit يعني يبرد. il كترجع على لير يعني كترجع على الهواء، هذا الهواء كيبرد، إلغى فخوادي، اي دوفيان دي غوت دو، و يصبح قطرات من الماء. دوفيان يصبح دي غوت دو، قطرات من الماء، كي فورم دي نياج، هاد القطرات التي تشكل ماذا؟ تشكل السحب. داكوغ، دي نياج. سيت او كونتوني، يعني هذا الماء يحتوي دون لي نياج، يحتوي عليه السحب، يعني هاد الماء هذا كيحتوي عليه السحب. دون لي نواج غوتومب، يعني غوتومب، غو يعني كتعني إعادة أو لا يعيد، يعني غوتومب يعني يعيد السقوط، يعني بعد ما كيطلع هذاك الماء كيعاود يسقط سوغ لا مير، يعني يسقط على البحر، إي سوغ لا تيغ وعلى الأرض. سو فورم دو بلوي على شكل أمطار. إي سوغ لا مونتاني وعلى الجبل أو على الجبال.
سو فورم دو نيج وعلى الجبال على شكل ثلوج كما كنشوفوا هنا في ليماج. يعني هنا ملي كيسقط هذا الماء كتشوفوا هنا هذا هما لي مونطاني، ها هو لا نيج وهاد الابيض. يعني قد ما كيرتفع الماء قد ما كتكون درجه الحراره بارده اكثر، يعني هنا كيكون ثلج وفي الارض وعلى البحر كيكون عباره عن امطار عباره عن ماء. لو اي تري امبورطونت بور توت لا بلانيت، يعني الماء هو جد مهم للكوكب باكمله، او مهم جدا للكوكب باكمله، يعني لا بلانيت هي الكوكب داكور، يعني الماء هو جد مهم. اذا هذا هو لو تيست القراءه ديالو. غندوز اوتيل سيسكو، تروف ليكسبرسيون سيسكو دون لو تيست اونتور، يعني غنقلبوا على سيسكو في لو تيست وغندوروا عليها. اذا كاينه هنايا اطفال، اذا هذه هي سيسكو وغندور عليها سيسكو داكور. دابا غندوزو لا باج 135 وغنجاوبو على جو دي سو كو جو فوا. لا بروميير كيستيون كو فوا تو سور سيت ايماج، يعني ماذا تلاحظ في هذه الصوره. اذا شنو غنقولو باش نجاوبو؟ جو فوا سور سيت ايماج، يعني شنو كنشوفو في هاد الصوره هادي. رجعنا الصوره جو فوا عندنا لا بلوي، عندنا لا نيج، كنشوفو كذلك لي مونطان الجبال، لا مير، دي نواج اللي هو السحاب، لا ريفيير اللي هو النهر. يعني كنشوفو بليزيوغ يعني عندنا بزاف ديال الاشياء داكور. اذا باش نجاوب على لا كيستيون نيميرو 1 غادي نقول جو فوا سور سيت ايماج دو بوين لا بلوي، يعني هو المطر، لا مير البحر، لا نيج الثلج، لا ريفيير قلنا هي البحيره او النهر، دي مونطان يعني الجبال، دي نواج و السحاب. اذا جو فوا سور سيت ايماج لا بلوي، لا مير، لا نيج، لا ريفيير، دي مونطان، دي نواج. غندوزو لا دوزيام كيستيون، دو كو بارل تيل، يعني هاد الصوره هادي علاش كتهضر. يعني ال بارل دو سيكل دو لو، يعني كتدوي على دوره الماء داكور. اذا هنا نقول ال بارل دو سيكل دو لو، تكلم على دوره المياه. ال بارل دو سيكل دو لو. La question numéro 3. Sur quoi nous informe-t-elle? يعني باش يعني هاد الصورة هادي علاش شنو كت يعني قلنا sur quoi nous informe، يعني nous informe يعني باش كتخبرنا ولا بماذا تخبرونا. إذا نقولوا إن nous informe sur l'eau، يعني كتخبرنا على الماء. Elle nous informe sur l'eau. D'accord؟ Elle nous informe sur l'eau. دابا غندوزو لي كيستيون ديال جيكوت اي جو كومبرون. جيكوت يعني اون سيتوا افهم. سو تيكست روسومبلتيل او تيكست كو تو يا لو دون سو فيشي، يعني واش هاد لو تيكست هذا واش كيشبه لهذوك لي زوتر تيكست، يعني هذوك النصوص اللي قريناها من قبل. اذا هنا لا غنقولو نو، سو تيكست نو روسومبل با او زوتر تيكست، يعني ما كيشبهش لهذوك النصوص اللي قريناها من قبل. اذا نو سو تيكست نو روسومبل با aux autres textes. Nous avons la question numéro 2. Qu'est-ce qu'on appelle évaporation? يعني ماذا نسمي التبخر؟ يعني اش كنسميو هذاك التبخر؟ يعني شنو هو التبخر؟ اذا التبخر هو كما كنقولوا بان التبخر هو كنقولوا بان ماء البحر يسخن، يعني يسخن بماذا؟ بواسطه حرارة الشمس. هذا هو كيتسمى بلا ليفابوراسيون داكور. اذا نقولوا ليفابوراسيون سي لو دو لا مير شوفي بار لا شالور دو سولي. سي لو دو لا مير يعني بانه ماء البحر الذي يسخن بواسطه حراره الشمس داكور، هذه هي لا فابور. ندوزو لا كيستيون نيميرو 2 نيميرو 3 باردون. كومون سو فورم لي نواج، كومون سو فورم لي نواج، يعني ملي كيتكونوا هذوك السحب. اذا لي نواج سو فورم دو لير شو، يعني كيتكونوا من الهواء الساخن اي ايميد ورطب كما قلنا. كلشي عندنا هنا في لو تيكست، رجعنا هنا لو تيكست كما كتلاحظوا معايا اطفالي. هنا لير شو اي ايميد سيليف اون سيليفون ايل رفخوادي اي devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. D'accord. Et donc, nous allons faire cette réponse.
غادي نقولوا لاحظوا معايا لي نواج سو فورم دو لير شو اي هوميد كي سيليف اي سو رفخوادي اي دوفيان دي غوت دو. اذا لي نواج سو فورم يعني هذا السحاب يتكون من الهواء الساخن والرطب الذي يرتفع ويبرد اي سو رفخوادي ويصبح دوفيان دي غوت دو يصبح قطرات من الماء. داكوغ هذا هو تعريف ديال لي نواج. هنا كو دون لي نواج هاد لي نواج اشنو كيعطيونا؟ اذا لي نواج دون دو لا بلوي او دو لا نيج يعني كيعطيونا امطار والثلوج داكوغ اولا الثلوج. اذا لي نواج دون دو لا بلوي او دو لا نيج لي نواج دون دو لا بلوي او دو لا نيج داكوغ. دابا كملنا هاد لي كيستيون دابا غندوزو جو كومبرون ميو لو تيكست. Je choisis la bonne réponse. يعني غنختاروا الاجابه الصحيحه. Ce texte est une bande dessinée. واش هذا النص عباره عن رسوم متحركه؟ لا. يعني واحد الرسمه متحركه؟ لا. Ce texte est un documentaire. يعني وهذا النص عباره عن وثائقي. Ce texte est un dialogue. واش هذا النص عباره عن حوار؟ اذا la bonne réponse هي B. Ce texte est un documentaire. يعني هو وثائقي. Ce texte est un documentaire. غندوزو لا كيستيون نيميرو 2. Sur quoi ce texte nous informe-t-il؟ يعني شنو باش كيخبرنا هاد لو تيكست؟ يعني جاوبنا عليه في السؤال السابق. Ce texte nous informe sur le cycle de l'eau. Ce texte nous informe sur le cycle de l'eau. يعني كيدوينا على دورة المياه. Le cycle de l'eau. Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau؟ يعني شنو هما المراحل اللي كيمر بها هاد الماء؟ اذا هنا عندنا كل شيء في لو تيكست. اذا قلنا الماء لو دو لا مير شوفي بار لو سولي، يعني كي المرحله الاولى لو دو لا مير شوفي بار لو سولي سي فابور، يعني كيتبخر. لير شو ايميد يعني الهواء الرطب والساخن يرتفع ويبرد ويصبح قطرات من الماء. داكو قلنا قبل من انه كيرتفع وكيصبح قطرات من الماء الغجمة كيلتحق بالغلاف الجوي عاد انه يصبح قطرات من الماء. هاد القطرات من الماء اللي كتولي على شكل سحب كي دوفيان ولا كي فورم دي نواج. عاوتاني لو غوتومب يعني كيرجع هذاك الماء وكيعاود يسقط على شكل شتاء او ثلوج. داكوغ اذا هذه هي الاجابه ديال نيميرو 3. هادوما لي زيتاب. اذا غنقولوا لو de la mer chauffée par le soleil s'évapore. هذه ليتاب الاولى. ليتاب الثانيه ما كتبتهاش ولكن غنديروا il rejoint ولا l'eau rejoint l'atmosphère. عندنا في لو تيكست رجعنا لو تيكست ها هي هنا l'eau rejoint l'atmosphère. عندوزو المرحله الثالثه اللي هي قلنا l'air chaud et humide s'élève. l'air refroidi et devient des gouttes d'eau كي فورم دي نواج. هذه هي ليتاب الاخرى. ثم اخر مرحله سيت او غوتومب سو فورم بلوي او نيج. يعني هاد الماء بعد ما كيرتفع قلنا هذا السماء هذا لي نواج دي غوتو كيعاود يسقط على شكل امطار اولا ثلوج. اذا هذه هي لا بون ريبونس. غندوزو لا كيستيون نيميرو 4. بور كي لو ايتيل تري امبورطونت. يعني هذا بور كي يعني لمن هاد الماء هو مهم جدا انه مهم جدا. اذا لو اي تري امبورطون بور توت لا بلانيت. عندنا في لو تيست لا ديرنيير فراز لو اي تري امبورطون بور توت لا بلانيت. يعني هو مهم جدا للكوكب باكمله وكذلك لجميع الكائنات الحيه. يعني غنجاوبو غنقولو لو اي تري امبورطون بور توت لا بلانيت et tous les êtres vivants. وجميع الكائنات الحية. إذن هذه هي لا كيستيون نيميرو 4. دابا غندوزو جو دون مون افي غنعطي الرأي ديالي. بوركوا لو ايتيل ايتيل تري امبورطون بور توت لا بلانيت. علاش هاد الماء مهم لجميع الكائنات على الكوكب بأجمله؟ علاش مهم هاد الماء؟ إذا لو كنقولو بأنه اي تري امبورطون باسكو لي تري بريسيوز. يعني هو جد ثمين وهو كذلك منبع أولا مصدر ديال جميع الكائنات الحيه وكذلك لا في ايمان الحياه البشريه و
الحيواني كذلك لي زانيمو. اذا عباد ما نقولوا لي زيتخ هما لي زانيمو نقولوا لي زيتخ فيفون داكور. اذا هنا نقولوا بالنسبه امون افي راي ديالي انا لو اي تري زامبورطونت بور توت لا بلانيت. هاد الماء مهم جدا للكوكب باجمله. علاش؟ كار ولا باسكو باسكيل ولا كار الي تري بريسيوز. لان الماء جد ثمين ولا ثمين جدا. اي لا سورس وكذلك هو المنبع دو تو لي زيتر فيفو يعني مصدر ديال جميع الكائنات الحيه. اذا هذه هي اهميه الماء. اذا ما كانش الماء ما كاينش الحياه داكو. اذا الماء هو جد جد مهم وثمين كذلك يجب انا علينا ان نحافظ عليه. اذا دابا غندوزو جولي جولي اوت فوار لو باساج اون كولور. يعني غنقرب صوت مرتفع هذاك الباساج اللي باللون مغاير اللي هو هنا بلا كولور بلو. لو لير شو et humide s'élève en se levant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. D'abord, en doudou, j'améliore ma prononciation. Je vais vous donner notre dialy. Eau, le walma, mer, le bahar, terre, l'ard, neige, telj, goutte, qatarat, chaud, chaud, sahin, sous, yani sous. كما نقولوا تحت اولا تحت سور على اير ولا لغوا الهواء بلوي المطر سيت او يعني هذا الماء سيسكو شنو هي سيسكو يعني هذا ما نسمي او هذا ما يسمى امبورطونت يعني مهمه ايفابوراسيون التبخر اتموسفير الغلاف الجوي لو كونتينو دون لي نواج روتومب سور لا مير اي لا تير. لو قلنا الماء كونتوني يحتوي عليه السحب. هاد السحب هاد قلنا دون النواج يعني هاد الماء كونتوني دون يعني هاد الماء كيتكون منه السحب تحتوي عليه السحب كتكون منه لهذا. ولكن هاد الماء كيطرى ليه غوطومب يعني كيعيد السقوط سور لا مير يعني على البحر وكذلك على الارض اي لا تير داكور. ندوزو لا سيتوانيتي. اذا هاد لا دام دو بيك انا ديجا خدمتها معكم درت لها فيديو خاص بها راه غتلقاوها في البلاي ليست في قائمه التشغيل. اذا غندوزو لا سيتوانيتي اللي هي المواطنه وغنقراو. نشوفو هنا عندنا واحد دوزيماج كنشوفو هنا واحد الطفل كيستحم في حوض الماء وبرفقته الكلب ديالو. اذا غنقراو هنا كو في لو غارسون شنو كيدير هاد لو غارسون. قلنا هاد لو غارسون هاد الطفل يقوم بالاستحمام. اي لو شيان وماذا يفعل الكلب كذلك الكلب سوف يستحم معه. اذا هنا كو بونس تو دو كومبورتمون دو لونفو يعني ما هو رايك بتصرف او سلوك هذا الطفل. لاحظوا معايا اطفال هنا كله والراي ديالو كله والتصرف ديالو. كنلاحظوا بان هذا الماء هذا الطفل هذا قلنا كي يعني il prend son douche dans un baignoire يعني كيستحم في واحد الحوض ديال الاستحمام. il invite son chien pour prendre un douche يعني كيعيط الكلب ديالو باش حتى هو يقوم بالاستحمام. ولكن قلنا شنو هو الراي ديالنا في هذا سلوك الطفل. اذا الراي ديالي انا خاصه انا جو نو سوي با داكور افيك لو كومبورتمون دو لونفو. انا ماشي مع التصرف ديال هذا الولد. علاش؟ لانه لاحظوا معايا مضيع بزاف ديال الماء يعني داير هذا البينوار معمر بزاف ديال الماء كما انه بالامكان ديالو يعني يدير الرشاشه يدير غير شويه الماء ويعوم صافي ويحيد ما يضيعش هذا الماء كامل داكور. انه فو با غاسبي لو يعني ما خصناش نضيعوا الماء داكور. اذا غنجاوبو غنقولو بعدا غنجاوبو كو في لو غارسون شنو كيدير لو غارسون. لونفون في سون دوش دون زان بينوار يعني هاد الطفل هذا كياخذ كيعوم يعني في واحد الحوض ديال الاستحمام داكور. اي لو شيان واش كيدير لو شيان هنا نقولوا إلى انفيت سون شيان بور بروند ان دوش يعني عيط لصاحبو الكلب ديالو باش توا ياخد واحد ان دوش داكور. عاد هنا كو بونس تو دو كومبورتمون دو لونفو شنو كتراي ديالك بسلوك او تصرف هذا الطفل. انا هنا قلت جو نو سوي با داكور افيك لو كومبورتمون دو لونفو. انا ماشي متفقه مع هذا التصرف او السلوك ديال هذا الطفل. كار علاش؟ لان لو اي بريسيوز لان الماء ثمين. il ne faut pas le gas la gaspiller يعني ميمكنش لينا نضيعوا هذا الماء داكور. il ne faut pas la gaspiller. لا كترجع على لو لان لو هو اسم مؤنث داكور. je répète
Je ne suis pas d'accord avec le comportement de l'enfant car l'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Point. إذن بهكذا كنكونو كملنا أطفال الحصة ديالنا ديال اليوم من لوازيس دي مو تخوازيام أني بريمير لي با 134 و 135. كنتمنى أنكم تستافدو معايا جميعا أطفالي، وما تنساوش تشتركو في القناة ديالي وتضغطو على زر الجرس وتفعلو هاد لا فيديو بوضعكم جيم لهاد لا فيديو. وكنتمنى إن شاء الله التوفيق ونجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I got to you.